أشهد يا مولاي إنك علم الهدى والعروة الوثقى والشمس الضحى والبحر الندى والكهف الورى والأمثل الأعلى. وصلى الله على روحك وبدنك. السلام عليك وعلى العباس عمه ورسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. يا وجيه بكرامة سيدي مولاي جعفر الصادق يا الله بحق محمد وآل محمد إلى وجه الله وشرف النبي والأمير وشيعة أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن ليس لهم ذاكر ولم يزرهم زائر أموات الأموات الحاضرين السامعين وإلى سيدي مولاي جعفر الصادق ولا سيما السيد أحمد شوقي الموسى رحمه الله لنا ثواب الفاتحة مسبوقة ومعطرة بالصلاة على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى الأصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد قراءة الفاتحة ركعتين للإمام جعفر الصادق نيابة عن الإمام صعب. يا عوي 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 يا ع